الو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل مع بعض سيرم الارجينين. ده من اجمل السيرامات اللي انتم ممكن تعملوها. كولاجين بوستر طبيعي بيحفز الكولاجين، بيجدد شباب البشره، بيدي رونق وبريق للبشره، بيأخر علامات ظهور الشيخوخه. سيرم رائع رائع رائع. ده يعتبر سيرم مائي. لو عايزين تعرفوا ازاي تصمموا السيرم الخاص بيكم، يبقى وصفتكم المميزه في كورس تصميم الوصفات الخاصة بالبشرة. هعلمك ازاي تعملي كل منتجات البشرة الخاصة بيكي، والقواعد بتاعت اضافة النسب لحد ما توصلي للوصفة المثالية الخاصة بيكي. بينا بقى نبتدي الفيديو. وقبل ما انسى، الكورس ده موجود على اليوتيوب في قائمة الانتساب الى القناة، وكمان موجود على التليجرام. النهاردة كمية السيرم اللي هعملها 33 جرام بالظبط، يعني يدوبك على قد العبوة. كمية المية المقطرة هنا معايا 24.8 جرام. أضيف عليهم المادة الجاذبة للرطوبة، وهنا اخترت المونوبروبولين جلايكول واخدت منه 2 جرام. أضيف عليهم من الأرجينين. يعني نسبة المادة الفعالة هنا معايا 10%. هقلبه شوية وهو بيدوب على طول. اضيف عليهم على طول 2.5 جرام من ملح الليمون. ليه بعمل كده؟ هقول لكم. لان الارجينين ده البي اتش بتاعه يعني عالي جدا 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 جدا. هقيسه قدامكم اهو عشان تتاكدوا. هتلاقوه 12 14 حاجه كده. شايفين 14؟ شايفين اللون عامل ازاي؟ شايفين ان هو داب ازاي تماما؟ هضيف عليه 2.5 جرام من ملح الليمون. واقلب وارجع اقيس تاني. نقيس تاني بقى. شايفين نزل لغاية 6، هو ده المطلوب. شايفين بعد ما البي اتش بتاعه ظبط بقى كلير ازاي؟ ما يعني بقى زي المية، فيهوش اي غيمة على الوش وكده. هضيف المادة الحافظة بتاعتي بيكرول WS1، هاخد منها بالظبط 0.2. ومهم قوي ان انا اضيفها في المرحلة دي قبل ما اضيف الهيالورونيك اسيد. طبعا تقدروا تغيروا المادة الحافظة على حسب المواد الحافظة المتاحة في بلدكم. بعد الرجوع بقى لجوجل عشان تشوفوا نسبة الإضافة وإذا كانت مناسبة ولا لأ، وتضاف درجة حرارة قد إيه.
وهقلب تقليبة أخيرة كده. هضيف 0.2 من الهيالورونيك اسيد، تقدروا تضيفوا صوديوم هيالورونيت يعني لو تحبوا، هو بيكون ارخص بيكون افضل كمان. انا هنا بضيفه علشان يديني شوية يعني يتقل لي السيرم بتاعي شوية ما يبقاش مية، وكمان اخد فوائد الهيالورونيك اسيد. هسيبه بقى يعني يدوب براحته تماما، نغطيه واسيبه يدوب وبعد كده ارجع لكم تاني. هنا ابتدى يدوب بس لسه في حاجات بسيطة لسه ما دابتش، فهستنى عليه شوية. عايزين نطمن على البي اتش مرة تانية ان هو لسه عند الستة. زي ما انتم شايفين كده ال بي اتش 6 بالظبط، ده ممتاز يعني. هو قوامه يعني مش تقيل، ده سيرم مائي، اللي عايز يتقل القوام شوية ممكن يزود الهالورونيك شوية او الصوديوم هايلورونيت زي ما يعجبكم. سيرم الأرجينين من أجمل السيرامات اللي انتم ممكن تعملوها، محفز رائع جدا للكولاجين، ممكن يستخدم صبح ليل أي وقت، سريع الامتصاص، بيدي نتيجة هايلة، شد البشرة، بيقلل من ظهور التجاعيد، بيأخر الشيخوخة، رائع جدا جدا جدا، وبيخلي الوش منور.